يعطيكم ألف عافية، مكملين معكم بسلسلة بي اتش فيجيلانت، سلسلة التدريب الصيدلاني من قناة ميدز ديو. بالمقطع الماضي بدأنا بالجي اي سيستم، أول موضوع تناولناه كان بيحكي عن الدياريا. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن الموضوع المعاكس إله اللي هو الكونستيبيشن. أول شيء لازم نكون عارفين شو هو الكونستيبيشن. الكونستيبيشن هو أنه يصير في عنا أقل من 3 بول موفمنت بالأسبوع. إذا بنتذكر الدياريا حكينا إذا كان عنا أكثر من 3 مرات بول موفمنت باليوم، بينما الكونستيبيشن أنه يكون عنا أقل من 3 بول موفمنت بالأسبوع. تمام، هون بحكم أنه المريض عنده كونستيبيشن. هلا الكونستيبيشن هاد قد يكون أكيوت وقد يكون كرونيك. تمام، الكرونيك بيكون أكثر متعلق بالأمراض، بيكون متعلق بالأدوية اللي بناخدها على الكرونيك يوز. كمان شوي رح نشوف شو هي الأدوية اللي بتعمل لنا كونستيبيشن. بينما الأكيوت فهو بيكون في عنا حالة طارئة، خلينا نحكي، أو شيء جديد دخل على حياة المريض سبب له الكونستيبيشن. فمثلا ممكن الدايت يكون هو واحد من أسباب الأكيوت كونستيبيشن، أو حتى البريجنانسي ممكن إننا نعتبرها. أوكي، خلينا نشوف بالأول شو هي أسباب الكونستيبيشن. ممكن السيدنتري لايف ستايل، يعني الأشخاص اللي ما بيتحركوا على طول قاعدين، طبيعة شغلهم حتى بالبيت ما في عندهم حركة، هدول معرضين جدا أنه يصير عندهم كونستيبيشن. اثنين، البريجننت وومن. هلأ بالنسبة للبريجننت وومن كثير شائع عندهم أنه يصير عندهم كونستيبيشن. شو السبب؟ في عندنا سببين. قد يكون السبب هو التغيرات بالهرمونات اللي عم بتصير بجسم المرأة، ممكن إنها تسبب أو تكون سبب للكونستيبيشن. وشغلة ثانية إنه ممكن اليوتيروس، الرحم، كونه هو عم يكبر فبالتالي هو عم يضغط على الأمعاء، فهاد ممكن إنه يعمل لي إمساك. تمام، برضو أنواع الأكل، في أنواع أكل ممكن إنها تعمل لي كونستيبيشن، يعني اللي كتير بيركزوا على النشويات، على الدايري برودكتس زي الحليب زي الأجبان، برضو هاي الأشياء ممكن إنها تعمل لي كونستيبيشن إذا كنا عم ناخدها بكميات كبيرة جدا. إذا كان الأكل تبعنا ما فيه كتير فايبرز برضو ممكن يصير عندي كونستيبيشن. إذا ما كنت بشرب سوائل كثير، هاي كلها أشياء بتعمل لي كونستيبيشن. هلا من الامراض اللي بتعمل كونستيبيشن زي ما حكينا المره الماضيه الريتابل باول سيندروم، حكينا ممكن يعمل دياريا، ممكن يعمل كونستيبيشن، ممكن يعمل الاثنين مع بعض. واخر سبب من الاسباب اللي هو الادويه اللي ممكن ناخذها. هلا اشهر الادويه اللي بتعمل لي الكونستيبيشن هي الاوبيويدز والدايوريتكس. شوفي عندنا كمان في عندنا الأنتاسيد اللي بتحتوي على الألمنيوم والكالسيوم بالذات، هدول الأنتاسيد احتمال كبير إنهم يعملوا لي كونستيبيشن. تمام، طيب بالبداية خلينا نتعرف، لو إجاني مريض أنا كيف بدي أبدأ العلاج معه؟ أول خطوة زي ما تعلمنا بنبلش من نون فارماكولوجيكال تريتمنت. تمام، شو الأشياء اللي ممكن، نصائح خلينا نحكي، أعطيها للمريض تحسن لي من حالته قبل ما أعطيه الأدوية. أوكي، أول شغلة بدي أتأكد شو طبيعة الدايت تبعه، شو الأكل تبعه، بدي أنصحه أنه يكثر فيه سوائل بلس يكثر فيه الأكل اللي فيه ألياف زي المكسرات، أو خلينا نحكي بذور النباتات. تمام، هاي بتكون غنية بالألياف، الخس، الملوخية، السبانخ، هاي الورقيات والخضار برضو كتير فيها ألياف، الشوفان فيه ألياف، البرتقال، البطيخ، هاي الفواكه كمان بتحتوي على كمية كبيرة من الألياف بتساعدني إنه أتخلص من مشكلة الكونستيبيشن. برضو بنصح المريض إنه يزيد من حركته، يلعب رياضة، أضعف الإيمان يمشي، إذا ما يعني إذا ما كان عنده قدرة إنه يلعب هاد بيساعدني. وبنصحه برضه إنه يزيد من كمية السوائل اللي بيشربها. طبعا المريض لو التزم بس بهاي الأشياء والكونستيبيشن عفوا كان عنده أكيوت، في دراسات بتحكي من 3 لـ5 أيام بتكون مشكلته محلولة. تمام، إذا اعتمد فقط على هاي الأشياء قبل حتى ما نلجأ للأدوية. ولكن في حال المريض كان بده الإفكت يكون أسرع، فأنا بنصحه بهاي الأشياء بلس بعطيه الأدوية اعتمادا على تقييمي لحالته اللي كمان شوي راح نشوفه.
بالنسبة للأدوية الكونستيباشن، احنا اليوم رح نقسمهم او نجزئهم اعتمادا على الميكانيزم اوف اكشن تبعهم. هلا في عنا 4 ميكانيزم اوف اكشن لأدوية الكونستيباشن، كل ميكانيزم بندرج تحتها اكثر من دواء رح نتعرف عليهم بالتدريج. اول ميكانيزم او اول جروب هو البالك فورمينج ايجنت. بالنسبة للبالك فورمينج ايجنت، فشو فكرتهم هدول؟ هدول انهم بيعملوا لي ادزوربشن للووتر، تمام؟ يعني زي اللي بيمتصوا المي، تمام؟ فهذا الاشي بيساعدني اني اتخلص من الكونستيبيشن. بتزيد البلك للكونتنت، فبالتالي هون بتحفز حركة الامعاء وبصير في عنا باور موفمنت وبصير في عنا اخراج او اطراح، تمام؟ فهاي مبدأ شغلهم. هلا من الامثلة على البلك فورمينج ايجنت في عنا الاسباجولا هاسك. الحلو فيه انه بقدر اعطيه للحوامل، بقدر اعطيه للمرضعات. ضروري كثير نكون عارفين الانسة تبع هذا البرودكت. الانسة تبعه بيظهر بعد 12 الى 72 ساعة، يعني انا بحكي للمريض انه هو مش فورا بعد ما ياخذ الحبة راح يدخل على الحمام وتصير عنده الباور موفمنت بيرفكت. لا، هو بيحتاج من 12 ل 72 ساعة، يعني احنا بنحكي لمدة 3 ايام ممكن توصل حتى يعطينا الافكت تبعه حسب طبيعة جسم الانسان، تمام؟ من الاسماء التجارية له في عنا الفايبوجيل لنيروخ. الفايبوجيل بيجي على شكل ساشيت، هاي الساشيت بنحلها بمي، يعني بكاسة مي، ويفضل انه ناخده بعد الاكل، تمام؟ هلا شو مشكلة هاي البرودكت؟ هاي البرودكت بدها مي كتير، تمام؟ يعني حتى يصير في عنا بالك ويشتغل الدواء كتير يعني بشكل فعال، لازم انصح المريض انه يشرب مي بكميات كبيرة جدا، تمام؟ فانا هون كونه بدي كميات مي كبيرة، بستنتج انه هذا الدواء انا ما بقدر اعطيه للمرضى اللي عندهم مشاكل بالقلب او عندهم ايديما، لانه هذول الاشخاص اصلا لازم يقللوا من كمية الماء اللي بيشربوها، تمام؟ فانا بدي اشوف الهيستوري تبع مريضي، في حال هو كان عنده ايديما، في حال كان عنده كارديوفاسكولار ديسيز، ما بتوجه لهذا الخيار، بروح بختار له اشي ثاني، تمام؟ خلي هاي الفكرة ببالنا. من الأدوية الثانية برضو الأديولاكس. الأديولاكس لمستودع العمد. الأديولاكس بيجي على شكل جرانيول، بيحتوي برضو غير السباجولا هاسك، بيحتوي على السنة، تمام؟ وإحنا بنعرف إن السنة بتغير لون البول، فمن واجبي أحكي للمريض إنه في حال شفت لون البول عندك تغير ما تخاف، هذا إشي طبيعي من الدواء، تمام؟ ضروري ننبه المريض على هاي الشغلة. بالنسبة للأديولاكس فهو بنعطيه ملعقة صغيرة، مش مضغ، هو بنبلعها بلع، وما بتفرق قبل الأكل أو بعد الأكل، ما في أي مشكلة، تمام؟ من الأشياء اللي بتشتغل as bulk forming agent كمان في عنا البران. البران اللي هو عبارة عن رقائق النخالة أو حبوب النخالة، خلينا نحكي، بيجي على شكل كبسول، معنا لحد 3 مرات باليوم، يعني 3 كبسولات باليوم. وهو صراحة كثير effective، وفي ناس يعني بيعتمدوا عليه كونه بيعتبروه شيء خلينا نحكي supplement، يعني هو مكمل وليس دواء، تمام؟ الجروب الثاني من أدوية الكونستيبيشن هو الهايبر أوزموتيك ايجنت. الهايبر أوزموتيك ايجنت الميكانيزم تبعها انه بيصير في عنا أوزموتيك جريدينت بالأمعاء، فهون شو بيصير عنا؟ بيصير في عنا بول للووتر، يعني بيسحب المي لداخل الأمعاء، فبيصير في عنا خلينا نحكي يعني كأنه سوفتنر للستول، فبتصير عملية الإخراج أسرع. أول دواء بهاي العيلة اللي هو اللاكتولوز، هو عبارة عن سكر يعني، تمام؟ اللاكتولوز الحلو فيه بقدر أعطيه للحوامل وبقدر أعطيه للمرضعات، ما في أي مشكلة، ولكن الميكانيزم اوف اكشن تبعه بتحتاج إلى 48 ساعة، يعني بعد يومين حتى يظهر الإفكت تبعه. فأنا كمان زي ما حكينا لازم أنبه مريضي إنه تأثير هذا الدواء ما رح يظهر فوراً، رح يحتاج إلى يومين حتى يظهر الإفكت تبعه. بالنسبة لللاكتولوز برضو بقدر أعطيه للأطفال،
من الأسماء التجارية إله فعلا دوفلاك لأبو شيخة، الإيزيلاكس لسختيان، والراملاك لمستودع الرام، شركة الرام. من الأوفلابليوز لللاكتولوز، إنه بيعطوه للمرضى اللي بيكون في عندهم هيباتيك انسيفالوباثي، لأنه بيزيد من الأطراح عندهم فبيساعدهم بحل مشكلتهم. حلو نكون عارفين هاي المعلومة، وتوسعوا فيها وابحثوا عنها، رح تلاقوا كتير معلومات حلوة عن هذا الموضوع. الدوز تبعه هلا، في حال كان عندنا أطفال أقل من سنة بعطيهم 2.5 مل، من سنة لخمس سنوات بعطي 5 مل، من 5 لـ10 سنوات بعطي 10 مل، وأكبر من 10 سنوات بعطي من 10 لـ15 مل باليوم. تمام. هلا مشكلة اللاكتولوز إنه شوي طعمه بيكون غير مستساغ، يعني هو كثير إفكتيف صراحة وفعال، ولكن ممكن بعض المرضى إنه ما يتقبلوا طعمته. فأنا بدي أسأل المريض عن هاي النقطة قبل ما أعطيها، أو خلينا نحكي بدي أنبهه عليها قبل ما أصرف له الدواء. الدواء الثاني بهذا الجروب اللي هو الجليسيرين. الجليسيرين آمن للحوامل وآمن للمرضعات وآمن للأطفال. هو أسرع دواء بيعطيني إفكت من أدوية الكونستيبيشن. الأنسة تبعه بيكون بيظهر بعد ربع إلى نص ساعة، بيجي على شكل سبوزاتوري، فإحنا بنعتبره إنه هو شورت أكتينج، الإفكت تبعه سريع جداً. معنى يعني بقدر أعطي باليوم لحتى 3 تحميلات. يعني الفكرة إنه أنا بعطي أول تحميلة بشوف بعد ساعة هل ظهر إلها إفكت أو لا. في حال ظهر أوكي تمام، في حال ما ظهر برجع بعطيه تحميلة ثانية وبشوف الوضع، ولكن أحاول إنه ما أتجاوز 3 سبوزاتوري باليوم. أسماء تجارية كثيرة، بس اخترت لكم من الأسماء الكثير شائعة اللي هو اللاكزجليس. اللاكزجليس للنوعي بيجي بعيارين، واحد بيكون للأطفال وواحد بيكون للأدلت. تمام. الأزرق الفاتح بيكون للأطفال والأزرق الغامق بيكون للأدلت. في عندنا كمان الجسيرين لمستودع الثقة. بالنسبة للماكرو جولز، فهي برضو منصنفها للهايبر أوزماتيك ايجنت. هاي الجروب بنستخدمها أكثر إشي قبل العمليات أو قبل التنظير، عمليات التنظير. إحنا بنكون بحاجة إنه نفرغ المعدة والأمعاء تماما من الأكل حتى تتم عملية التنظير بنجاح، فبنلجأ لهاي البرودكتس. من الأسماء التجارية في عنا الموفي كول لخوري، الفور ترانس لأبو شريف، والفور لاكس لأبو شريف برضو. أول شيء الموفي كول. الموفي كول ماكرو جول بيكون فيه 3350. طبعا الموفي كول ما بينعطى للأطفال اللي بيكون عمرهم أقل من 12 سنة. هو بيجي على شكل ساشيت. تمام. فالساشيت الواحد بنخلطه بكاسة مي، يعني تقريبا 125 مل، وبيشربه المريض. هلأ كيف كم ساشيت ياخد أو كل كم ساعة، هذا الإشي بيرجع له الدكتور، هو اللي بيحدد، كونه حكينا انه هاي الجروب بتنعطى قبل العمليات التنظير، فغالبا الدكتور هو اللي بيحدد الميكانيزم اللي يتاخد فيها هذا الدواء. تمام. الفور ترانس بنحله بلتر مي، برضه بيجي على شكل ساشيت، والفور لاكس بنحله ب50 مل، يعني بكاسة مي. والفور لاكس بيحتاج يعني تأثيره خلينا نحكي من يوم ليومين حتى يظهر الإفكت تبعه. تمام. فإنه كيف أعطي هذا الإشي بيرجع للدكتور اعتمادا على التوصيات خلينا نحكي، أو الطريقة اللي هو بيحكيها للمريض. الميكانيزم الثالثة أو الجروب الثالث من أدوية الكونستيبيشن هو الإيمولينت أو السيرفاكتنس أو الستول سوفتنر، كلها يعني بترمز لي لنفس الجروب. هاي الأدوية شو بتعمل؟ بتسهل انه يصير في عنا ميكس ما بين الاكويوس وما بين الفات، بالتالي هون شو راح يصير عنا؟ راح يصير في عنا سوفتن للستول، فبالتالي عملية اخراجه راح تكون اسهل، فبنتخلص من مشكلة الكونستيبيشن. تمام. يعني هي من اسمها انها سيرفاكتنت خلينا نحكي، او ستول سوفتنر. تمام. هاي الأدوية بتحتاج برضو من 12 ل 72 ساعة حتى يظهر تأثيرها. يعني زي ما لاحظنا لحد الآن، أسرع واحد بالتأثير هو الجليسيرين، بيظهر تأثيره بعد ربع إلى نص ساعة، الباقي ممكن يحتاج ليومين و3 أيام حتى يظهر الإفكت تبعه. هلأ هذا الجروب لما نعطيه بكومباينيشن مع الستيمولنس اللي كمان شوي رح نتعرف عليهم، هون انا بفيد مريضي اكثر، وبالاخص الاشخاص اللي بيكون عندهم امساك سبب الاوبيويدز. هسا الاوبيويدز
مشهور عنها او معروف عنها، اشهر سايد افكت لها انها بتعمل لي كونستيبيشن. ففي حال كان عندي مريض بده ياخذ على فتره طويله اوبيويد، انا بنصحه انه ياخذ ايمولينس مع ستيمولانس، تمام؟ يعني بصرف له دويين من الادويه اللي بهذا الجروب، اللي هو الكاستر اويل، كتير مشهور لمستودع نيروخ، اللي هم بيدخلوا على الصيدلية بيحكوا لك بدنا شربة خروع، وهي افكتيف، ولكن حاليا في دراسات بتحكي لك انه هي بتأثر على الأمعاء الدقيقة، على الذغابات اللي بتكون داخل الأمعاء الدقيقة. فخلينا شوي نكون حريصين واحنا عم نصرفه للناس. الجروب الرابع من أدوية الكونستيبيشن هو الستيمولانس. الستيمولانس هي شو بتعمل؟ بتعمل إنها بتزيد من حركة الأمعاء الدقيقة من خلال إنها بتأثر لي على القولون، تمام؟ مجرد ما زادت حركة الأمعاء فهون عملية الإخراج راح تكون عنا أسهل وأسرع، أوكي؟ أول جروب بها أول عفوا أول دواء بها الجروب هو البسكوديل. البسكوديل في عندنا من أسماء تجارية له الدولكولاكس لشقير، بيجي على شكل تابلت، وفي عندنا اللاكزاديل على شكل سابوزاتوري للحكمة، تمام؟ بالنسبة للدولكولاكس اللي هو بيجي على شكل تابلت، التأثير تبعه بيحتاج من 6 إلى 12 ساعة، تمام؟ أما بالنسبة للريكتر اللي هو اللاكزاديل فبيحتاج زي الجليسيرين من 15 دقيقة إلى 60 دقيقة، يعني من ربع ساعة إلى ساعة تقريبا بيكون الإفكت تبعه ظاهر، تمام؟ هذا النوع من الدواء هلأ كونه هو بيحتاج إلى 12 ساعة، أو خلينا نحكي من 6 إلى 12 ساعة حتى يظهر تأثيره، أنا بنصح المريض إنه ياخذ حبتين قبل ما ينام، لما يصحى الصبح بتكون بلش يشتغل الدواء وبلش الإفكت تبعه، تمام؟ إذا الجرعة تبعه حبتين قبل النوم، وثاني يوم بيكون بدأ التأثير تبعه يظهر، أوكي؟ ولكن بدي أنصح المريض إنه يبتعد عن الدايري برودكتس لما ياخذ هذا الدواء، ويبتعد عن الأنتي أسيد برضه، لأنه هدول النوعين من الأدوية بيتضاربوا مع بعض فبقل تأثير بعضهم البعض، تمام؟ فأحاول أفصل بينهم، وأنصح المريض يبتعد عن الحليب والأجبان ومشتقاتهم. هلا في حال كان بدي اعطي السابوزاتوري، فالسابوزاتوري بكفي سابوزاتوري واحدة at the morning بتعطينا الافكت. في حال اضطريت اني اعيد الجرعة فبعيدها اعتمادا على حالة الشخص. الدواء الثاني من الستيمولانس اللي هو السنة. السنة اتطرقنا له قبل شوي، حكينا انه الاجيولاكس بيكون بيحتوي على السنة بالاضافة الى الاسفاغولاهاسك، وحكينا هو بيجي على شكل جرانيولز، تمام؟ هلا السنة برضو بتكون موجودة بأدوية ثانية زي البيكينوس اللي هو عبارة عن السنة ليفز أو أوراق السنة. يعتبر الإفكت تبعه هو شورت تيرم، تمام؟ بيجي على شكل تابلت وبيجي على شكل باودر. السينوكوت بيجي على شكل تابلت، هو عبارة عن سنة جليكوسايد. هلا بالنسبة للأطفال اللي بيكونوا من 6 ل 12 سنة فبكفي إني أعطيهم حبة واحدة بالليل. هلا في حال كانوا أكبر من 12 سنة بعطيهم حبتين بالليل، يعني زي استخدام البسكوديل، تمام؟ آخر شي بدنا نحكي عنه اللي هو الصوديوم بيكوسلفيت. الصوديوم بيكوسلفيت بيجي على شكل دروبس، في عنا الفيلاكس لفيلادلفيا، وفي عنا البيكولاكس للفياصل، تمام؟ هلا كيف ناخدهم هدول؟ أول شي في حال كان عندي كبار يعني الأدلت، بعطيهم من 10 ل 20 دروب بكاسة مي، بياخدهم بالليل وبينام، تمام؟ أما في حال عندي أطفال أقل من 3 أشهر 3 نقط باليوم، أكبر من 6 أشهر 6 نقط باليوم. هلأ في حال كان عندي كبار بالعمر، خلينا نحكي مقعدين أو حركتهم جدا قليلة، وبيصير عندهم كونستيباشن نتيجة لقلة الحركة هاي، فأنا بقدر أعطيهم يا أز بروفيلاكسس، بعطي من 4 إلى 5 نقاط بكاسة مي كل يوم بالليل، تمام؟ هيك تقريبا بنكون خلصنا كل الأدوية. هلأ خلينا نعمل ريفرش سريع. حكينا في حال كان في عندي أطفال وبدي إفكت سريع بعطيهم أول شيء الجليسيرين، في حال عندي أدلت وما بيحبوا الأشي خلينا نحكي البرودكت السائلة وبدهم حبوب بعطيهم البيكو الدولكولاكس، في حال مرضى مثلا ما عندهم مشكلة خلينا نحكي بالسسبنشن ممكن إني أعطيهم اللاكتولوز اللي هو الدوفلاك، بس بنبههم على شغلة الطعمة. في حال كان مريض وعنده تنظير بتوجه للموفيكول او الفورلاكس او الفورترانس. في حال كان عندي طيب
بيبي، خلينا نحكي، أو طفل أقل من سنة. طيب بهالحالة شو بدي أعمل؟ أول شي بدي أتأكد من الحليب، بدي أتأكد إنه أمه بتحضر له الحليب تبعه، إذا كان بياخد حليب صناعي بطريقة صحيحة، الكمية صح، نوعية الحليب تكون بتناسبه. في حال تأكدت من هاي الأشياء وما كان فيها مشكلة، بروح بعدين بعطيه جليسيرين أو الإشي اللي بدي أعطيه. طبعا أدوية اللاكزاتيف كلها أنا ما بقدر أعطيها أكثر من 5 إلى 7 أيام، ما بقدر أتجاوز هاي المدة، لأنه بعد هاي المدة بتصير تعطيني تأثير عكسي، تمام؟ يعني أنا ما بستفيد. في حال استمر الكونستيبيشن بعد هاي المدة، أنا بفضل إنه أتوجه لدكتور أعمل الفحوصات المطلوبة مني حتى أعرف شو سبب هذا الكونستيبيشن. بس بنبه على المريض ما ياخذ هاي الأدوية أكثر من 5 إلى 7 أيام. هيك إن شاء الله بنكون خلصنا موضوع الكونستيبيشن، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، ومنستنى تعليقاتكم واقتراحاتكم بالكومنتات، وما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب وتنشروا هاي الفيديوهات مع أحبابكم، ويعطيكم ألف عافية.